ما فيك شيء. تدخل خلال 8 سنوات تم تحقيق نجاح عظيم، وهو إنقاذ 125,000 روح. يلا يلا خطيرة تعتبروا يلا. فازت الخوذات البيضاء. أصحاب الخوذات البيضاء السوريون فازوا بجائزة نوبل البديلة للسلام. وكرم هذا الإنجاز بتقدير وشهرة عالمية واسعة. أصبحنا فخورين وفرحين بهذا النجاح، لكن كان لهذا النجاح الكبير ضريبة كبيرة ومؤلمة. حسن حسن يا حسن، صوبنا في اللحظة يا شباب. 297 متطوعاً كانوا فداء لهذا العمل، وأكثر من 900 مصاب. الإرث العظيم الذي وصلنا إليه كان بفضل تضحية وشجاعة زملائنا الشهداء والمصابين. المتطوعات والمتطوعين ألهموا العالم أجمع بعملهم وتضحياتهم، وجعلوا من هذه المبادرة الفردية مثالاً يحتذى به لكل المجتمعات حول العالم. لذلك يجب تخليد شجاعة وذكرى من خسر روحه ووهبنا هذا الإنجاز، وبذل كل ما نستطيع لحماية هذا الإرث العظيم من خلال تجديد التزامنا بالمبادئ والقيم التي وحدتنا لحماية درب الشهداء وقصة نجاح سوريا الأكبر.